السلام عليكم. كيف أصبحتم؟ دائما ابدا. تفضل يا ميس. اليوم يا ميس عندنا هلا حصه جديده من حصص ماده اللغه العربيه. قبل يا ميس ما نجرب حرف اللام، خلينا بالبدايه نتعرف على شكل حرف اللام. حرف اللام يا ميس له شكلين. الشكل هاد هيو اللي هو الشكل الاساسي للحرف، وهذا يا مس الشكل الثاني. اذا له شكلين يا مس، هذا الشكل الاساسي شوف كيف، وهذا الشكل الثاني لحرف اللام. طيب خلينا نشوف الشكل الاساسي اللي هو بهذا الشكل كيف بدي اكتبه. عندي يا مس هي سطر بكون حاطين لك دائما نقطه حمراء منها بدك تبدا. هي النقطه الحمراء يا مس نشوف كيف بدي اعمل حرف اللام بهاي الطريقة اللي هو الشكل الأساسي. هذا الشكل الأساسي لحرف اللام. من عند النقطة يا مس بعمل خط عمودي لغاية هاي، من هون بعمل خط عمودي لغاية ما أصل السطر. بعدين يا مس بعمل زي القوس، بنزل شوي عن السطر بعدين برفعه لفوق شوي. هاي طريقة كتابة حرف اللام بطريقة صحيحة. كمان مرة يا مس من عند النقطة الحمراء بنزل لغاية السطر، وصلت للسطر بشكل خط مستقيم، بعدين يا مس مثل القوس بنزل هيك لتحت شوي وبرفعه لفوق شوي عن السطر. إذا من هون هاي القوس نازل شوي عن السطر، ننتبه. كمان مرة يا مس من عند النقطة الحمراء بنزل بشكل خط مستقيم، بعدين يا مس بنزل بشكل قوس عن السطر بعدين برفعه لفوق شوي. هي حرف اللام الشكل الاساسي لحرف اللام. طيب الشكل الثاني اللي هو هذا نشوف كيف بدنا نكتبه، سهل جدا. شوف يا مس من عند النقطه الحمراء نفس الشيء، من النقطه الحمراء بنزل بخط مستقيم لغايه السطر، انزله عن السطر. لا يا مس هلا بمشي ايدي خط صغير افقي على السطر، كيف لما كنت اكتب حرف الاب مثله. كمان مره يا مس من النقطه الحمراء شكل عمودي اصل للسطر، بعدين يا مس خط افقي على السطر صغير، اخر مره خط عمودي لغايه السطر، وبعدين يا مس ايش بمشي على السطر. اذا حرف اللام هذا الشكل الثاني يكتب على السطر. هاد طلع يا مس كيف؟ أول إشي خط عمودي، بعدين بنزل بشكل قوس أسفل السطر برفعه لفوق شوي. خلينا هلا يا أول نتعرف على أول مهارة من مهارات حرف اللام اللي هي ربط حرف اللام مع المدود الطويلة. شو هم المدود الطويلة؟ يا مس ثلاثة حروف، الآ الأو الإي. حكينا يا مس لما بدي أنا أربط الحرف مع المدود الطويلة ما بختار الشكل الأساسي للحرف، هذا الشكل الأساسي، بختار الشكل الثاني، هذا الشكل، بختار الشكل الثاني، هذا الشكل اللي بختاره حتى أربط حرف اللام مع المدود الطويلة. عندي هون حرف اللام مع الآ، شوف كيف بدي أنا أربط حرف اللام مع الآ. نشوف كيف يا مس، نمسك القلم، وحكينا بختار الشكل الثاني مو الشكل الأساسي، يعني ما بختار هذا الشكل، لا، شوف كيف بكتب اللام
بهاي الطريقة وبقعد جواته الآ، بقعد جواته الآ بهاي الطريقة. هاي الطريقة الصحيحة لكتابة وربط حرف اللام مع الآ. قلنا بنختار هذا الشكل الثاني لحرف اللام، والآ بنقعدها جوا حرف اللام بهاي الطريقة. عمرنا يا أول ما شفنا ال هيك والآن كتبتون، هاد خطأ، ما عمرنا كتبناها، بس الآ الوحيدة اللي بتنكتب داخل حرف اللام. إذا ال هاي من هون ببدأ يا مس، سي هذا الحرف الأول، هاي الحرف الثاني بدي أكتبه، ببدأ من هون ال آ لا. طيب هلا ال مع الأو، الأو لو. برافو، شوف كيف بدنا نكتبه يا مس، هاي ال وصلت لعند السطر، باخذ مسافة، بعمل التربوش تبع الأو، بزح الأو لو. كمان مرة يا مس، هاي ال بوصل لعند السطر، باخذ مسافة، بعمل التربوش، بزح الأو لو. هاي هذا الحرف الأول دائما يا مس، هذا الحرف الأول الأساس. وين الحرف الثاني؟ هذا بكتبه، ببدأ من هون بكمل هيك. طيب هلا ال ال مع ال اي، ال ال مع ال اي، ال اي هذا يا مس الحرف الأول ببدأ فيه الكتابة، وهذا اللي بكمل فيه الكتابة ال اي. أنا لأني بصور يا مس، أنتوا بطلع خطكم أحلى ال والإي، بحط النقطتين لي. كمان مرة، شوف كيف يا مس، ال عند السطر لي. إذا يا مس، أنا لما بدي أجي أربط حرف اللام مع المدود الطويلة، مع الآ، مع الأو، مع الإي، بختار مو الشكل الأساسي للحرف، اختار الشكل الثاني لأنه ما تأيده، هاد مكتمل، هاد ما بيمسك آخر إشي مع حدا، خلص بكون نهاية الكلمة إجا. مع الآ، الآ لا، الآ هي الوحيدة اللي انكتبت جوا اللا، هيا جوا حرف اللام لا، الأو لو، الإي لي. نبدأ يامس من هذا الحرف الأول، بكمل الحرف الثاني اللي بجنبه، هذا الحرف الأول، هذا الحرف الثاني اللي بكتبه، بكتب أول إشي الـ L، بعدين بكتب الـ E بهاي الطريقة. فهمنا يا أول؟ فهمنا! إذن الـ A لا! الـ U لا! الـ E برافو يا مس. خلينا هلأ يا أول ننتقل للمهارة الثانية لحرف اللام، اللي هي حرف اللام مع الحركات القصيرة. شنو الحركات القصيرة؟ الفتحة، الضمة، والسكون. طيب هون عندي يا مس، بدي أضيف الفتحة على حرف اللام، نوضع على حرف اللام فتحة فوق الحرف. شو صوت الفتحة؟ نضعها فوق الحرف بشكل مائل. إذن هون يا مس، أنا وضعت على حرف اللام الفتحة، وقلنا تشبه مين في صوتها؟ حرف الـ آ، هاي أ، هداك آ. طيب هلا بدنا نضع الضمة على حرف اللام، الضمة بتشبه إيش حكينا؟ الأو، بس هاي صغيرة، وين بنضعها؟ فوق الحرف اللي تحته؟ فوق الحرف، وصوتها أو. إذا هاي الضمة وضعناها فوق حرف اللام. طيب هلا اللام بدنا نوضع الكسرة، الكسرة فوق الحرف ولا تحته؟ تحته. شكلها مايل وصوتها إيه إيه إيه. زي صوت مين؟ إيه. زي صوت المد إيه. طيب ضل عندي يا مس حركة السكون، السكون
يوضع فوق الحرف بشكل دائرة. نظبطه كمان مرة. هيها توضع فوق الحرف، دائما بيرتجف لما نوضعه. يلا نغني أغنية السكون. أنا دائرة مدورة، أنا لون صغيرة، ما أقدرش أجي لوحدي، لازم يجي قبلي. يا فتحة يا ضم يا كسرة، تخليني منورة. تعالي يا فتحة أنا دائرة، تعالي يا ضم أنا دائرة، تعالي يا كسرة أنا دائرة، تعالي يا سكون لا 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 لازم يجي قبلي. يا فتحة زقيني، يا ضمة زقيني، يا كسرة زقيني. إذا هون تعلمنا كتابة حرف اللام مع المدود القصيرة، مع الفتحة الفتحة لا لا، الضمة ل ل، الكسرة ل ل، السكون ال ال ال. برافو عليكم يا مس. طيب خلينا نشوف هلأ الفرق بين المد القصير والمد الطويل. نشوف يا أول، لما بيجيني سؤال مثل اللي على اللوح، املأ الفراغ بالشكل المناسب لحرف اللام في الكلمات الآتية. لما يجيني يا مسك سؤال أنا بدي أكمل الكلمة بالشكل المناسب للحرف، بشوف يا مس وين الفراغ إجا. في أول الكلمة بختار معناته الشكل المناسب اللي بينكتب في أول الكلمة، إجا في وسط الكلمة بختار الشكل المناسب اللي بينكتب في وسط الكلمة، في آخر الكلمة بختار الشكل المناسب للحرف في آخر الكلمة. عندنا هون كلمة لحم، لحم وين إجا الفراغ يا مس؟ في أول الكلمة. إذا بختار هذا الشكل يا مس لحرف اللام وبكتبه بالفراغ وبمسكه مع الحرف اللي بعده، لأنه حرف اللام من الحروف المتصلة. لح 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 مون، هاي أول كلمة. الكلمة الثانية مس، عسل أو عسل، خلي هيك بدون حركات. عسل، وين إجا الفراغ يا مس؟ بختار يا مس هذا الشكل وبنكتبه هون حرف اللام، بنزلها لتحت شوي. لو حطينا الحركات هذه اسمها اخذنا تنوين الضم، عسلون بهاي الطريقة. طيب قال، وين اجى الفراغ يا ميس؟ بختار هذا الشكل وبكتبه منفصل لانه حب قبله حرف الا، وحرف الا من الحروف الرافسة أو النارية اللي ما بتمسك باللي قبلها. قال لا. نشوف آخر كلمة، كلمة معلمة. في وضع الكلمة حلو محمد فرعون، ممتاز محمد، رائع ممتاز. إجت في وسط الكلمة الفراغ، بختار يا مس هاد الشكل بكتبه معلمةٌ بهاي الطريقة. إذا أنا يا مس اللي علي إنه أنتبه وين الفراغ إجا، وقلهم شكلين حرف اللام. قلنا هاد يأتي في آخر الكلمة سواء متصل أو منفصل. هون إجا متصل زي كلمة عسلون، وهون إجا منفصل زي كلمة قالة. وهذا الشكل الثاني قلنا يأتي في بداية الكلمة أو وسط الكلمة. في بداية الكلمة زي كلمة لحم، وفي وسط الكلمة زي كلمة معلمة. فاهمين لغاية الآن؟ سهل؟ هلأ يا مس حكينا ها شكل حرف اللام الأساسي بهذا الشكل، طلع كيف؟ هاي شكله. هذا الشكل الأساسي لحرف اللام لا يأتي إلا في آخر الكلمة. وين بيجي يا مس؟ في آخر الكلمة. إذا هذا الشكل يا مس ما بيجي إلا بآخر الكلمة بس. بيجي بطريقتين،
إما متصل أو منفصل. إذا حرف اللام هاد يا ميس بيجي بآخر الكلمة، آخر حرف الكلمة، إما متصل أو منفصل. متصل زي كلمة فيل، فيل حركنا لكم إياه مع تنوين الضم، فيلون فيلون. هي يا ميس تشوفون هي حرف اللام إجا في نهاية الكلمة، هي إجا آخر حرف، وإجا متصل بالحرف اللي قبله اللي هو حرف الإي. هاي يا ميس زي كلمة فيلون، هون إجا حرف اللام متصل وفي نهاية الكلمة، هي شكله طلع كيف كتبناه. أو ممكن يجي هذا اللام منفصل في آخر الكلمة زي كلمة فولون، فولون. وين حرف اللام؟ هي حرف اللام، خلينا نحط عليه دائرة. هاي يا ميس اتطلع كيف هاي حرف اللام كيف كتبناه في نهاية الكلمة، هاي شكله منفصل، منفصل لأنه سبقه حرف من الحروف النارية، بعدين هذا بنشرح لكم إياه، سبقه حرف الواو عشان هيك كتبنا اللام بهذا الشكل منفصل. شوف يا ميس هلأ الشكل الثاني لحرف اللام، هي الشكل، هي الشكل الثاني لحرف اللام. ها وين بيجي لامس؟ دائما ياتي في اول الكلمه او وسط الكلمه. اذا هذا الشكل وين بتشوفه؟ في اول الكلمه او في وسط الكلمه، نهائيا ما بيجي باخر الكلمه، ما بيجي هذا الشكل في اخر الكلمه. في اول الكلمه مثل كلمه لحم، لحم. وين حرف اللام يا مس؟ سيو نحط عليه دائره مشان نشوفه كيف اجى شكله. هيا يا مس حرف اللام هيا اللي هو هذا الشكل، اجى في بداية الكلمة، هي بداية كلمة لحم. طيب ممكن يجي في وسط الكلمة كمان مثل كلمة علم، علم، علم. هي ال يا مس شوف كيف اجت، هي ال في وسط الكلمة. اذا يا مس تعرفنا على شكلين لحرف اللام، الشكل الأساسي هاد، هاد دائما بيجي في آخر الكلمة فقط، إما متصل يعني ماسك بالحرف اللي قبله مثل كلمة فيلون، أو منفصل يعني مو ماسك بالحرف اللي قبله وفي نهاية الكلمة مثل كلمة فولون. الشكل الثاني هاد يا مس دائما يأتي في أول الكلمة أو وسط الكلمة، في أول الكلمة زي كلمة لحمون، أو كلمة مثلا ليمونون، أو وسط الكلمة مثل كلمة علمون. ماشي مس؟ إذن هاي الشكلين اللي تعرفنا عليهم لليوم، فاهمين لغاية الآن؟ وهي تدربنا يا مس على كتابة حرف اللام، هاي الأساسي كيف نازل شوي بشكل قوس عن السطر بنرفع بعدين لفوق، وهي الشكل الثاني لحرف اللام. حلوين؟ يلا يا روحي هلأ هون بدنا نميز بين صوت حرف اللام مع المدود القصيرة والصوت زاد صوت حرف اللام مع المدود الطويلة. نسمع مزبوط؟ نسمع؟ يلا نسمع. الفتحة لا لا لا، الآ لا 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 لا، شايف كيف الصوت؟ لا لا. الضمة لو لو لو، الأو لو 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 لو. ال تحت كسرة لي 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 لي. الإي لي، الإي لي، إما بهذا الشكل أو هذا الشكل. الإي لي لي. وهاي ال الساكن ال ال. إذن لا لا، لو لو، لي لي، ال ال. واضح يا مس؟ واضح؟ اوكي. هون يا مس لما بحكي لك منفصلة، منفصلة يعني مش ماسكة، هيها مش ماسكة بالحرف اللي قبلها. ليش؟ لأنه الحرف اللي قبلها حرف الواو، وحرف الواو من الحروف النارية أو الرافسة، يعني ما بتمسك بالحرف اللي بعدها. أهلاً وسهلاً بكم في مدارس العربية الوطنية، نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات.
الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.